تم اكتشاف حجر رشيد على يد بوشار في أغسطس سنة 1799، وكان ضابط مهندس في الحملة الفرنسية. وأثناء قيامه بأعمال هندسية عند قاعة جوليان قرب رشيد اللي بتقع على مسافة 70 كيلومتر من الإسكندرية، لاحظ لوحة غريبة مستعملة في بناء حائط قديم، وراح يبلغ القائد مينو باكتشاف ده، وراحوا نقلوا هذا الأثر لإسكندرية عشان يتم فحصه. وكان على اللوحة قرار الملك بطليموس الخامس أصدره سنة 196 قبل الميلاد، وكتب القرار بثلاث لغات، الهيروغليفية والديموطيقية والإغريقية. وبعدها أعلنت جريدة قوات الحملة الفرنسية نبأ الاكتشاف، وسألت إذا كان وجود الكتابة الإغريقية مفتاح لترجمة النص المصري الهيروغليفي، وده هيزودنا بمفتاح لقراءة اللغة المصرية القديمة. وقدر فعلا شامبليون يفك رموز حجر رشيد بعد 23 سنة، وحدث طفرة في علم المصريات. ولما الإنجليز احتلوا مصر في عام 1801 نقلوا هذا الكنز، وأصبح من أسمن كنوز المتحف البريطاني.